أهلا وسهلا أخت حرية، الأخت حرية كمان عابرة. تفضلي أخت حرية، أنت معنا على الهواء. شكرا كثير أستاذ نزار، ربي يبارككم. بحب أشارك بالنسبة لكوننا عابرين بنشجع بعض، وبشكر الرب يسوع أنه على معاملاته، لأنه طلعنا من الظلمة إلى نوره العجيب. وبحب أحيي كل إخواتي العابرين اللي اختبروا نور المسيح واختاروا النصيب الصالح الذي لا يتزعزع منهم إلى الأبد. بحب أوجه فعلا كلمة تشجيع إلنا كلنا، لأن بنواجه صعوبات فعلا في البداية، لكن الجميل في الموضوع إن لما نحس ونشعر إن كلمة الرب فعلا هي روح وحياة. يعني لما يقول سيكون لكم ضيقات في العالم، لكن تأكدوا أنا غلبت العالم. لما الكلمة فعلا تكون في قلبي وفي ذهني وبالإيمان الثابت الإيمان العامل، فعلا بلاقي أنه كلمة روح وحياة، وأنه هو غلب العالم. وبالعكس رغم الظروف القاسية اللي من تجربتي، رغم الظروف القاسية في نوع بعد الصلاة والإيمان الثابت القوي بيدينا نوع من الفرح والرضا وبنصمد في الطريق. فأنا بحيي كل إخواتي اللي تحملوا الظروف إنهم تركوا أهليهم زي برضه، وحسينا بغربة فعلا في البعد عن أهلينا، وإحنا بنحبهم وبنحاول نحكي معاهم وبنطلب بالصلاة إن يا رب مد إيدك أنت كمان، أزح الغشاوة عن عيونهم، ابعد تأثير إبليس عليهم، علشان يشعروا ويعرفوا ويتأكدوا إنه أنت فعلا الطريق والحق والحياة، وإن النصرة والخلاص هي بس إن نقبل خلاص المسيح، وإنه المسيح فعلا انصلب. وقصة الصليب شوي أو مش شوي أكتر هي القصة اللي إبليس أعمى عيون الناس وأنكرها. فلما أعرف قصة صلب المسيح والغرض منها وإنه فعلا انصلب، بل بالعكس يعني لما أعرف كمان إن الناس اللي صلبوه كتبوا التاريخ وكتبوا القصة in details، ومش بس هيك أنا انبهرت لما عرفت إن حتى على مستوى علمي ناسا أثبتت إنه في سنة 33 ميلادية كان في earthquake، زلزال ضخم عمل تآكل في صخور المحيطات. حتى من الناحية العلمية ما كتب في قصة الصلب كان مثبت علميا في الكروجن اللي حصل في الروكس اوف ذا اوشن. فهذا كله بيدعم قصه المسيح، الصلب المسيح والغرض منها. وانا اللي بحاول بكل حب وحرص بحب كل اهلي المسلمين، وبطلب من الرب انه يفتح عيون اذهانهم ويعرفوا قصه الصلب، لان سر الدنيا فيما أنكروه ما أنكر إنه صلب وفدانا. وسر الدنيا إنه شكرا يا يسوع من قلبي بشكرك وبقبل إنك فديتني على الصليب. هو ما بيغصبني بس بده إيانا نفهم. فأنا بصلي إليك يا رب وبشكرك إنك أنت أنرت الطريق إلي ولإخوتي العابرين، وبطلب إنك تعطينا ثبات قوة نعمة عشان نكمل الطريق معك، ويكون دايما فرح الرب قوتنا، تملانا بقوة الروح القدس عشان نكسب النفوس يا رب، ويكون لنا دور في امتداد ملكوتك. أؤمن بكلمة اذهبوا وكرزوا للخليقة أجمع في وقت مناسب وغير مناسب. يعني أهم سر في الدنيا إنه نكسب النفوس ويعرفوا الحقيقة إنه هو فعلا الطريق والحق والحياة، ونشهد للجميع بما عمل الرب معنا حتى يحفظنا الرب غير عاسرين لمجد اسمه اللي فدانا بدم الثمين. كمان بصلي لأهلينا كلنا، لأن لسه بنحبهم، بدنا إياهم يشاركونا في تجربتنا هذه اللي بالنسبة لي كانت مفاجأة لما عرفت الحقيقة. فأنا بصلي يا رب إنه في هاي الظروف الصعبة إنك تمد إيدك وتقف معاهم وتزيح الغشاوة، تمنع تأثير إبليس عنهم يا رب، لأنه كما قيل عنك يا رب إنك
فيما قد تألمت مجربا بتقدر بتعين المجربين، لأنك أنت، لأن الرب يسوع جرب الذل والوحدة والاضطهاد والحزن وقال اضطهدوني بلا سبب. فأنا بطلب منك يا رب تشجع العابرين وأهلهم كمان، تساعدنا البذرة اللي بنزرعها أنك أنت تكبرها من الأعماق. بصرخ لك يا رب أنك تسمع إلينا وتفتح عيون أذهانهم ويعرفوا ويعرفوا الحقيقة أنك أنت الطريق والحق والحياة. بشكرك يا رب وتملأنا بسلامك العزيز، وأنا عارفة أنك بتخلي مشاعرنا رغم الظروف الصعبة بتحولها إلى فرح الرب قوتنا، باسم الرب يسوع. آمين آمين آمين. شكرا أخت حرية، على فكرة من لهجتها أكيد عرفت أنه هي فلسطينية، وكمان ممكن أقول شيء آخر عنك حرية، هي اسمها كان حورية فهي رفضت أن تكون حورية فسمت نفسها حرية. فربنا يباركك، وعلى فكرة رب تعامل معها بقوة والرب شفاها أيضا من مرض السرطان، عشان هيك بتشوفوا اندفاعها قوتها ومحبتها من خلال صلاتها أنه عاوزة توصل لكل واحد. خلينا نستمر كمان نصلي من أجل شعبنا الفلسطيني يا أخت حرية. ربنا يباركك، ربنا يباركك.